المواتير الخاصة بالسيارات الكهربية. في انواع كتير، هم كام نوع بنستخدمهم؟ 7 مواتير. حتى هتلاقي الابحاث كلها في العالم دلوقتي بيتكلم على ال7 مواتير دول، كل واحد ليه ميزة وعيب عن التاني، وهنشوف دلوقتي اساميهم. انا اللي يهمني ان انت هتاخد فكرة عن الموتور بصفة عامة. كلنا عارفين المواتير العادية بتاعتنا بتقسم الى ايه؟ في ملف PDF كنت بعته من المحاضرة اللي فاتت، في مواتير بتشتغل بالدي سي وفي مواتير بتشتغل بالاي سي. يبقى انا اهم حاجه عندي ان انا والله اقول الكتريكال موتور ده في عندي دي سي موتور وفي عندي اي سي موتور. انا بقى عايزك تمسك المواتير الاي سي والدي سي دي وتعرف الاشكال بتاعتها، تمام، وتعرف مكوناتها ايه. يعني انا مثلا عندي الموتور ده، بص فيه كده كويس، الموتور الاولاني ده هنعرف دلوقتي ده اسمه ايه. بعد كده الموتور الثاني ده اهو، موتور الحته اللي ورا دي بيبقى فيها المروحه بتاعته، في هنا الكنترولر برضو معاها، وادي الاطراف بتاعت الموتور، هنا الكنترولر بتاع الموتور ده اهو، وادي جسم الموتور، هنا ده الموتور العادي عامل زي بتاع المضخات، ادي الكنترولر اهو او التوصيلات بتاعته الكهربية. هنا ده في بوردة الكترونية بقى، تمام، في بوردة الكترونية برضه، هنا ده الكنترولر بتاع الموتور. بعد كده الموتور ده هنا برضه الاطراف بتاعت التوصيل بتاعت الكنترولر. يبقى انا عندي 7 تايب اوف موتورز، دي يا اخوانا كلها مواتير زي ما احنا عرفنا ان في موتور واثنين وثلاثة واربعة في السيارة الكهرباء. لازم نبدأ نعرف المواتير عشان نعرف خصائص كل موتور، ونبدأ بعد كده نشوف المتحكم في هذا الموتور، الموتور درايف شكله ازاي. يبقى انا عندي في السيارات الكهربية في العالم كله عندي 7 انواع، 7 انواع مواتير بستخدمهم. كل الشركات اللي انت شايفها بتصنع عربيات كهرباء دي بتستخدم واحد من ال7. طيب اول واحد ده زي اللي بيستخدموه كده في المواتير بتاعت اللابتوب، المروحه بتاعت اللابتوب، المروحه بتاعت الكمبيوتر، تمام، ده بيسموه براش دي سي موتور، هو نوعه دي سي. لو انت بصيت في اللابتوب اللي انت بتاخد منه، انا قدامي لابتوب بشرح منه اهو، المروحه دي اللي في الجنب اللي بتطلع هوا دي عباره عن دي سي موتور. لو انت شفت المراوح الصغيره اللي احنا بنستخدمها في التجارب، هتلاقي موتور زي ده صغير كده ليه طرفين ورا اهم، تمام، والاكس ده بتاعه بيركب عليه ريش كده، ركب عليه ريشتين ثلاثه كده خلاص، ويلففهم بايه، عمل حركه، عمل فان، عمل مروحه مثلا، او عمل مضخه، او عمل اي شيء. ففي نوع اللي هو الدي سي موتور، في منه نوعين، الدي سي في منه براشد يعني في فرش كربونيه. لو انت بصيت اي موتور عباره عن ايه، جزئين، جزء كده اهو جوه، ده بيسموه روتور او بيسموه بالعربي العضو الدوار، وفي بعديه كده ورا، تمام، في جزء اسمه العضو الثابت او بيسموه ستيتور. يبقى اي موتور بيتكون من ايه؟ بيتكون من روتور وستيتور، روتور وستيتور، وفي فتحات كده بيتحط فيها هنا كده بالطول ملفات اللي هي بيسموها الوايندنج اللف، وايندنج او الملفات. وبيحصل ان لما يلف العضو الدوار اللي هو فيه الوايندنج او اللي بره حسب ظروف التصميم، بيتبادل المجال المغناطيسي ويبدأ يحصل فيض مغناطيسي من العضو الثابت للعضو الدوار، ويبدأ الموتور ده ايه، يتحرك. الموتور ده يتحرك يعني الاكس ده الروتور، اللي هو الاكس ده هو الروتور، احط عليه ريش يبقى موتور مروحة، احط عليه ريش تانية يبقى موتور ضخ مية، يبقى موتور اي حاجة يشد سيارة كهربية، يبقى موتور خلاط، وهكذا. كل واحد ليه تطبيقات. انا اللي عايز بس النهاردة بفتح كلام ايه، في موتور، في نوع من السيارات بيركب عليه نوع اسمه براش يعني فرش كربونية. يعني تلاحظ عشان يطلع الطرف هنا
الكهرباء من الاولاني والكهرباء من الثاني بيبقى فيه فرشه هنا وبيحصل تلامس وفيه فرشه هنا، تمام؟ زي السلف يا اخوانا بتاع السياره العاديه، لو انت باظ السلف يقول لك ده انت ممكن تغير البراشز اللي هي الفرش الكربونيه بتاعته ويشتغل لو انت عايز تصلحه يعني، تمام؟ فدي سي، دي سي موتور في منه براشد، براشد يعني فيه فرش كربونيه وتلامس. في نوع تاني اللي هو ده بيسموه براش ليس، ليس دي معناها يعني مفيش براش، زي النظارات يقول لك نظاره فريم ونظاره فريم ليس، اي حاجه تحط لها ليس بتلغيها، يبقى براش ليس يعني بدون فرش كربونيه، دي سي موتور. المهم ان انت تحفظ عشان بيبقى مكتوب في الكتالوجات كده بي ال دي سي، براش ليس، تمام؟ براش اول واحده وليس ودي سي موتور، يكتب لك بي ال دي سي موتور، فانت لازم تبقى عارف بي ال معناها براش ليس. ده ميزته ان انت لو فكيته من جوه الموتور ده مش هتلاقي فيه الفرش الكربونيه اللي احنا بنقول عليها، ودي ميزه خطيره، تمام؟ بتزود من العمر الافتراضي بتاع الموتور لان البراشز دي بتتاكل كل شويه. بيبقى له طبعا هنا اهو اطراف بتاعت الباور، سواء كان بتوصل دايركت اون لاين ولا ستار دلتا ولا الكلام ده، والجزء ده بتاع الكنترولر، وده الاكس اهو، ده الاكس، ده العضو، ده العضو الدوار، وجوه الجسم ده كده ده العضو الثابت اللي بره، وده كله الجدار بتاعه او الجسم بتاعه الخارجي. وبيبقى هنا في الحته اللي لونها ازرق دي لو فكيت المسمار هتلاقي فيه مروحه عشان تبرد هذا الموتور، فده بيسموه براش ليس دي سي موتور. هل مستخدم في السيارات الكهربائيه؟ ايوه بكثره، يعني التاني ده البراش مش كتير، اما البراش ليس مستخدم بكثره، مستخدم بكثره في السيارات الكهربائيه. طيب ايه بقى النوع الثالث؟ احنا قلنا هم سبعه، يبقى ده رقم ثلاثه عايزين نحفظ اسمعهم النهارده، في مش عايز اعمل اي حاجه غير ان انا اسمع السبع مواتير دول عشان هيبقى فيه شغل كتير عليهم، تمام؟ النوع ده اهو ده الاكس برضو اللي هيحرك العجله اللي احنا هنركبه عليها، تمام؟ وده الجزء اللي هيدخل منه الكابل بتاع الباور، ادي لاين واحد لاين اثنين لاين ثلاثه، وفي هنا دايره الكترونيه هي اللي تتحكم فيه، وهنا في زي فتحات لايه؟ للتبريد او للتهويه. ده بيسموه بيرمننت ماجنت. معظم المواتير بتطلع متمغنطه اصلا من المصنع، يعني انت ايه يقول لك هل في كان مغنطه في الاول، شويه مغنطه كده بيطلع بيهم، فبيسموه بيرمننت ماجنت يعني دائم المغنطه، تمام؟ سينكرونس موتور البي ام اس ام مهم جدا، خدنا المره اللي فاتت في حاجه بيسموها سينكرونس، لما قلنا في تزامن بين الصوت والصوره، زي الصوت والصوره بيسجل الصوت لوحده والصوره لوحدها وبعد كده يدمجوهم مع بعض، فلازم ما يحصلش شيفت بينهم، ما يحصلش ازاحه بين الصوت والصوره، لو حصل ازاحه هتلاقي الصوت لوحده والصوره لوحدها، تمام؟ فانت مهم جدا تعمل ايه؟ لازم تعمل سينكرونايزيشن، تزامن، سينكرونايزيشن تزامن، تمام؟ يبقى انا بعمل او النوع اللي جاي ده من المواتير بيسموه بيرمننت ماجنت سينكرونس، سينكرونس يعني متزامن، فيها تلاقي في الكتب بيقول لك سينكرونس واسينكرونس، سينكرونس متزامن، لو حطينا قبلها حرف الايه كده اسينكرونس، اسينكرونس غير متزامن، يبقى نحفظ بي ام اس ام، الموتور ده اسمه بي ام اس ام، بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور، بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور. طيب وبعدين الموتور ده مستخدم كتير جدا في العربيات الكهرباء اللي هم بيسموه الاي ام موتور، الاي ام اندكشن الحسي بيسموه اندكشن موتور، اندكشن موتور، وبنستخدمه في المضخات بتاعت حاجات كتير جدا بنستخدمه فيها، نفس القصه دي الاكس بتاعه وبيركب عليه الريش او بتركب عليه العجله اللي انت عايز تحركها، هنا دي قاعده عشان ما يحصلش فايبريشن او اهتزاز، الجزء اللي ورا ده بيبقى فيه فان، دي زعانف عشان تعمل عملية تبريد من المروحة اللي ورا، وده الجزء بتاع توصيل الكابل الكهربي اللي هيركب على هذا الموتور، فالموتور ده اسمه ايه؟ اندكشن موتور، اندكشن يعني حسي. طيب في بقى بعد كده وده خطير جدا بيستخدموه برضو كتير جدا حاليا، ان هو بدأ يزود الكنترول على الموتور، حط فيه بورد الكترونية كتير، كنترولر داخل جسم الموتور اللي هو ده، وطلع منه في الاخر الاكس بتاعه اللي هيطلع من هنا، تمام؟ او في اكس تحته. طيب ده بيسموه سويتشد ريلاكتنس،
سويتشد ريلاكتانس موتور، احفظ سويتشد ريلاكتانس موتور. سويتشد ريلاكتانس موتور ده بيتميز في التحكم في السرعة بتاعته وعكس السرعة، وان انا اقدر اوصل منه لسرعات عالية. سويتشد ريلاكتانس موتور. في واحد تاني برضه اسمه اس ار ام بس مش سويتشد، سينكرونس ريلاكتانس. يعني انت خلي بالك ده اللي فيه بوردة الكترونية كبيرة هنا، ده اسمه سويتشد ريلاكتانس، التاني بيسموه سينكرونس. سينكرونس ريلاكتانس. هتقولي طب ما كان في واحد اسمه سينكرونس بس، اهو اهو بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور اللي هو ده. طيب ده اسمه ايه؟ سينكرونس متزامن يعني ريلاكتانس موتور. الريلاكتانس دايما بيزود يعني بيقلل المقاومه الداخليه للملفات، وبالتالي بيزود السرعه والتحكم في الموتور، فبيسموه سينكرونس ريلاكتانس موتور. اخر واحد ده اللي هو بيسموه اكسيال فلكس. اكسيال يعني محوري، اهو واخد لك سيكشن فيه، هو اهو مقطع لك حته 2 3 4، ده كل الموتور ده الاكس بتاعه. تمام، كل الشغل بتاعه مبني على الاكس الرئيسي اللي هو الروتور. اكسيال فلكس ايرنليس، يعني ده ما فيهوش ايرن، ما فيهوش حديد. تمام، ايرنليس بيرمننت ماجنت موتور. اكسيال ريلاكتانس ايرنليس بيرمننت ماجنت موتور. اكسيال ريلاكت اكسيال فلكس ايرنليس. اكسيال فلكس ايرن ليس بيرمننت ماجنت موتور. فده مهم جدا ان انت تبدأ